الكاراتيه. منتخب مصر للكاراتيه بيستعد حاليا لخوض بطولة البريمير ليج للكبار اللي هيقام في او هتقام في روسيا في الفترة من 1 ل 3 اكتوبر، وهيشارك فيها فريال اشرف طبعا وعلي الصاوي وعبد الله محمود. بالتاكيد مشاركة فريال اشرف هتكون كل العيون عليها، فريال صاحبة الذهب في أولمبياد طوكيو 2020، ودي أول مشاركة ليها بعد مشاركتها في الأولمبياد. أكيد هيكون ليها نصيب كبير جدا مع كل المنافسات ليها، وده آخر منافسات الموسم الحالي للبريمير ليج للكاراتيه. البطولة دي مؤجلة من 2020 كان بسبب فيروس كورونا، وكان في تصفيات اختيار منتخب مصر للشباب والناشئين اللي هيشارك في بطولة البحر المتوسط خلال فترة من 22 ل 24 اكتوبر. كاميرا ملاعب الأبطال كانت موجودة في التصفيات، خلينا نشوف تقرير نرجع مرة تانية مع حضراتكم. احنا طبعا بنعمل التصفيه دي، احنا عندنا منتخب مصر ناشئين وشباب وكبار بقاله سنه بيشتغل عشان البطولات اللي موجوده طول السنه، وعلشان خاطر بطوله العالم الاساسيه للكبار في شهر نوفمبر في دبي باذن الله تعالى. فقلنا اخترنا النهارده ان احنا نعمل تصفيه لفريق الكبار. المنتخب عباره عن 5 موازين بنين و5 موازين بنات بالنسبه للكوميتيه، ففي 4 لعيبه في كل ميزان. فاحنا قلنا عشان نكثف الجهد شويه للعيبه ويبقى في تركيز اكتر، هنعمل تصفيه وناخد 2 بس في المنتخب، ويتقفل عليهم معسكر دائم لحد بطوله العالم في دبي. طبعا والناشئين والشباب ايضا 4 في كل ميزان، فعدد الناشئين والشباب حوالي 80 لاعب ولاعيبه كتير يعني، فبالتالي هنصفيهم ايضا 2 في كل ميزان برضه عشان نلعب بيهم البطولات القادمه. طبعا الابطال الاولمبيين الاساسي بطوله العالم يعني عندنا فريال اشرف باذن الله تعالى هتكون مشاركه في بطوله العالم، وهتكون موجوده في البريمير ليج ايضا، وهتكون موجوده في البحر المتوسط برضه ان شاء الله في شهر 10 باذن الله مشاركه بقوه. وعندنا علي الصاوي ايضا وهو خامس اولمبياد باذن الله هيكون مشارك معانا في البريمير ليج، وهيشارك ايضا في بطوله البحر المتوسط بخلاف بطوله العالم باذن الله تعالى. وعبد الله ممدوح اللي هو كان متأهل الأولمبياد ان شاء الله هيشارك ايضا في بطوله العالم باذن الله تعالى وفي البريمير ليج وبطوله البحر المتوسط. كل اللعيبه الاولمبيين بالاضافه الى اللعيبه ابطال العالم موجودين او ابطال المنتخب الموجودين اللي هم هيطلعوا اول بطوله التصفيه، دول هيشتركوا في البطولات القادمه باذن الله تعالى. طبعا التصفيه دي الاختيار اول وثاني من كل ميزان عشان ان شاء الله يعني ندخل معسكر مغلق، عشان عندنا اول حاجه بطولة البريمير ليج في روسيا، وبعدها عندنا دي هتبقى من 1 ل 13، وبعدها عندنا من 22 ل 25 بطولة البحر المتوسط في قبرص، وبعدها نرجع نعمل معسكر مغلق عشان بطولة العالم اللي هتقام في دبي ان شاء الله. طبعا احنا واخدين اول وتاني عشان نعمل بهم احتكاك الاثنين، لكن في النهاية هنعمل تصفية اخيرة لواحد بس، لان بطولة العالم بيبقى في الوزن لاعب واحد بس. وانا ان شاء الله الحمد لله جبت اول النهارده، لعبت يعني وجبت اول على ميزاني الحمد لله، وكسبت كل ماتشاتي بخير. بستعدها مثلا لو ما عنديش تمرين في المنتخب، بطلع بلعب بتمرن في مع كابتني لوحدي علشان اقدر اظبط التكنيكات. لو ان انا ليا القدره ان انا العب ماتشات بقول للكابتن مثلا عايز العب ماتشات، لو مش حابه ان انا خلاص، انا اهم حاجه ان انا اظبط تكنيكاتي وابقى كل حاجه تمام يعني. جبت اول الحمد لله، واحنا من اول السنه بنتمرن وبنشتغل جامد، بيبقى عندنا معسكرات طول السنه، بيبقى عندنا بطولات، وبيبقى عندنا تصفيات كل فتره، فبس دي تعتبر كانت تانية او تالت تصفيه في السنه. هو المعسكرات في العالم مثلا 3 أو 4 أسابيع 3 أو 4 أيام في الاسبوع، فانا مثلا بحاول ان انا يبقى ايام الكليه مثلا بفوت حاجات، لما برجع مثلا بحضرها تاني. طبعا في الصيف مش بقى في مشكله ان انا ببقى تقريبا قاعده فاضيه يعني. هو الصراحه الاتحاد بقاله فتره يعني مهتم قوي بالنظام، ودي حاجه الصراحه بالنسبه لي تفرحني في بلدي انه بقى يهتموا برياضه الكاراتيه. رياضه الكاراتيه معروفه من زمان جدا، واحنا ابطال العالم من صغرنا، من سواء من 2011 تقريبا واحنا اول العالم، ومن حوالي سنتين كنا واخدين ترتيب عام اول حتى على اليابان كلها، ان اقوى بلد احنا بننافسها اصلا هي اليابان. بالنسبه لموضوع بطوله البريمير ليج، تقدمت في اعلى نظام شفته في حياتي. يمكن دي كانت مفاجاه بالنسبه لي وفرحت بلدي في البطوله. بعدها كان عندنا الاستيب اللي جاي اللي هو اللي بنحضر فيه دلوقتي، هي تصفيات منتخب مصر، ومن خلالها عندنا بعدها سفريه في روسيا ان شاء الله.
السفريه دي برضو بريمير ليج برضو، وبعدها يكون عندنا معسكر ان شاء الله مع روسيا هناك، وبعدها لما نرجع ان شاء الله نجهز تاني لبطوله العالم ان شاء الله.